قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بزياره الى مقر شركه طيران الخليج. نعم وخلال الزياره التقى الوزير حميدان بسعاده السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعه والتجاره والسياحه، رئيس مجلس اداره شركه طيران الخليج للاطلاع على جهود ومبادرات الشركه في توظيف وتطوير القوى العامله البحرينيه. ضمن الاستراتيجيه التي تنتهجها الناقله الوطنيه للاستفاده من الكوادر الوطنيه لشغل الوظائف المختلفه. وأطلع الزيان حميدان على سياسة التوظيف والتدريب والتدرج الوظيفي في الشركة مؤكدا ان الشركة الوطنية ملتزمة بتوظيف وتطوير الكفاءات البحرينية في مختلف الادارات والاقسام بما فيها الادارة العليا، حيث تم ضمن خطة الشركة توظيف ستون بحرينيا في مختلف الادارات بالرغم من ظروف جائحة كورونا، وقد بلغ معدل البحرنة في الشركة 72% وفي بعض الوظائف كمساعد طيار تحققت النسبة الكاملة للبحرنة ب 100%. مؤكدا ان البحريني يمثل الخيار المفضل للشركة عند التوظيف في مختلف المجالات المهنية هذا وقد التقى وزير العمل الموظفين الجدد من البحرينيين والذي عبروا عن بالغ سعادتهم بالانضمام إلى الناقلة الوطنية طيران الخليج مؤكدين بذل قصارى جهدهم لرفع اسم المملكة في كافة المجالات وقد اشاد سعاده وزير العمل والتنميه الاجتماعيه في هذا الاطار باهتمام اداره شركه طيران الخليج بتوظيف العنصر البشري البحريني والمحافظه على استقراره الوظيفي